أهدى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة فوز هجن الطائلات في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتحقيق المركز الأول في الشوط الأول رمز البكار إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. جاء ذلك لدى حضور سموه مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أكد سموه أن ما تحقق لمملكة البحرين من نتائج مميزة في المهرجان يعكس ما تحظى به رياضات الموروث الشعبي من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى أن أبناء البحرين حريصون على المحافظة على الإرث الثقافي للمملكة على كل صعيد تمسكا بموروث الآباء والأجداد وهو المنطلق الأساسي لرفع اسم مملكة البحرين عاليا في كل ميدان. كما هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفوز جبل دخان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول ضمن الشوط الثاني رمز لقايا قعدان في المهرجان وعرب سموه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما ظهر به المهرجان من حسن إعداد وتنظيم.